قبل اي حاجه دوس على الحته اللي هي المربع اللي في السكرين اللي تحت على الشمال ده عشان يبان لك الفيديو ايه فيرتيكال كده وبطوله. انت جاي لي النهارده عشان تعرف ازاي بموبايلك تقدر تعمل فلوس، او ازاي بموبايلك تقدر تعمل يوتيوب تشانل من الف للياء، من اي تو زد. هنعمل مع بعضينا خطوه بخطوه، من اول التصوير والاضاءه لحد رفع الفيديو ولحد انتشاره على اليوتيوب. وليه بنستخدم الفيرتيكال او الموبايل في ان هو يصور بورتريه كده؟ عشان نوصل لكل الناس اللي تستخدم الموبايل، يبقى اسهل عليهم ان هم يتفرجوا عليه، وبالتالي اسهل عليهم ان هم يخشوا على الفيديو بتاعك. اول حاجه بقى تركز معايا فيها هي الصوت، وازاي الصوت وصل لك كويس وفي نويز كانسليشن. فانا استخدمت سماعات بلوتوث ماشي متوفره في السوق، وهتلاقي ديسكريبشن تحت. السماعة دي كويسة جدا، اقدر ايه اتكلم بيها، صوتي يبقى واضح وبرضه اسمع فيها سواء اغاني او الكلام ده كله ماشي. تاني حاجة الاضاءة، انا هعمل لك ايه بالفيديو كده، هوريك انا حاطط ايه. واضاءة سهلة جدا جايبها من الراجل الكهربائي اللي تحت البيت، ودي الاضاءة اللي معايا. دي لمبة سهلة، لمبة نيون تجيبها من عند اي كهربائي، سهلة جدا، وحاططها ومعلقها باي طريقة بسيطة عندي. وده الرينج لايت، وده عامله برده بايديا من عند الراجل الكهربائي. ممكن اشرح لك اكتر ازاي انا عامله، وده هيفيدك جدا، لان هو بيتباع بره ب 2000 جنيه و 1800، وانا جايبه ما يكملش 300 جنيه. الكبير ده السوفت ووكس، ممكن اقول لك ازاي بعد كده نعمله خطوه بخطوه، بس انا ده بصراحه شريك. ثالث حاجه اخترت ستاند سهل، والستاند ده يتحط عليه الموبايل بحيث ان هو يبقى ثابت كده، وزي ما انت حضرتك شايفني كده قاعد ومستكانيس تمام. هتلاقي الستاند برضو ايه مستكانيس على الارض وايه بيصورنا كويس. الستاند ده فيه حته بس الموبايل تتحط عليه. طب الستاند ده هتلاقيه فين؟ انزل لمحلات الموبايلات، اي محل موبايل هتلاقي عنده الستاند ده في خلال ايه 100 في حدود 150 جنيه مثلا ماشي. في حدود 150 تقدر تشتري الستاند ده. لو مش عايز الستاند ده، وقف الموبايل على اي حاجه وابدا، ابدا بس المهم وانت سامعني كده قوم وابدا كده قوم. طيب يا معلم، ده الستاند اللي مستخدمه انا، هوريك واحط الموبايل في وانا بحفرك في الموبايل بتاعي. الناس تقول لي يعني ايه بحفرك يا جورج؟ بحفرك يعني ايه بدعبس. طب يعني ايه بدعبس؟ يعني بدور في الموبايل كده في كل صغيره وكبيره عن ايه امكانيات الموبايل بتاعي. افاجئ ان الموبايل اللي في ايدي ده كنز 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 كنز، واي موبايل في ايدك ممكن يكون كنز جدا تمام. طيب انا بستخدم شاومي عادي، هتلاقي برضه في الديسكربشن تحت حاطط لك اللينك بتاع الموبايل بتاعي ماشي. هو سعره رخيص، سعره رخيص. دلوقتي نبص على اعدادات الكاميرا، يلا بينا. عندنا كاميرتين في الموبايل، كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه، السيلفي والكاميرا اللي بصور بيها تمام. سيلفي اول حاجه، السيلفي ممكن تستخدمها ان انت تبص على شكلك عامل ازاي، الاضاءه بتاعتك عامله ازاي، البوزيشن بتاعك، المكان اللي انت قاعد فيه، كل حاجه عامله ازاي، وتتاكد ان كل حاجه ماشيه تمام ماشي. تاني حاجه كاميرا تاني حاجه الكاميرا الاساسيه بتاعت الموبايل، ودي بيبقى فيها اوبشنز اكتر وبتبقى الكواليتي بتاعتها اعلى، فامكانياتها تبقى احسن تمام. فانت لازم تخش تشوف الامكانيات وتقارن الامكانيات وتشوف الكاميرا بتاعتك امكانياتها توصل لحد ايه. هل انا اصور اتش دي، فول اتش دي، 4K، اشوف انا هصور بانهي تكنيك، واستخدم اعلى حاجه، واستخدم 30 فريم بير سكند اف بي اس اللي هو معمول في اعدادات الكاميرا، تقدر تبص عليه تمام. الاعدادات دي مهمه عشان تطلع كواليتي كويس، ولما تيجي ترفعه على اليوتيوب يبقى باين بشكل كويس ماشي. طيب انا ليه مش هستخدم السيلفي في التصوير؟ عشان معظم الناس بتبص لنفسها في الشاشه، فما بيبصوش على العدسه او الكاميرا الاساسيه عشان اعمل اي كونتاكت، او ان انا اشوف اللي قدامي واللي قدامي يبقى ايه في تفاعل ما بيننا كويس. فعشان كده انا من اقتراحاتي او بريكومند ان انت تستخدم الكاميرا الاساسيه بتاعت الموبايل. هصور بالكاميرا الاساسيه ازاي وانا مش شايف نفسي؟ يبقى هجيب الاول السيلفي، ابص على نفسي بالبوزيشن زي ما قلنا، وبعد كده ارجع اشوف الكاميرا الاساسيه، احطها وادوس ايه ريكورد، وارجع اقعد مكاني واخد اول شوت، وبعد كده اتست اشوف الكواليتي بتاعت الصوت كويسه، الصوت كويس، الاضاءه كويسه، الكلام ده كله شغال، وبعد كده اكمل الفيديو بتاعي للاخر
نخش بقى على المهم، وازاي هظبط الفيديو بحيث ان انا ارفعه على اليوتيوب ويجي لي لايكات ويجي لي كومنتات زي حضرتك كده ما بتكومنتوا معانا. الكاميرا السيتنجز ونشوف ممكن نصور ازاي. دلوقتي هنختار الفيديو واخش على السيتنجز اللي فوق واقول له ايه سيتنجز، هيقول لي الكاميرا الفيديو كواليتي ولو عايز تايم لابس والكلام ده كله. الفيديو كواليتي ده ايه؟ ممكن اصور فول اتش دي ولا اتش دي ولا الترا اتش دي 4K. فممكن يستخدم 4K 30 فريم بير ثانيه بير سكند او فول اتش دي. خلي بالك ان ايه 30 فريم بير ثانيه مش 60. وارجع ابتدي ايه اصور الفيديو بتاعي عادي جدا. تمام، نيجي بقى للخطوة اللي بعديها اللي هي الايديتنج بتاع الفيديو. في ابلكيشن عظيم كده اسمه كاين ماستر، ممكن تخش تسيرش عليه في البلاي ستور. او وان شوت انشوت سوري. فعندنا انشوت البرنامج اللي هو اللي تحت ظاهر لي تحت ده المربع ده، او كاين ماستر. فكاين ماستر ده اللي انا بستخدمه في الايديتنج بتاع الفيديوهات من الموبايل. فانا كل حاجه هنعملها من الموبايل زي ما احنا متفقين، فهنستخدم كاين ماستر اللي هو البرنامج الايديتنج اللي على الموبايل. هيفتح قدام البرنامج اقول له اد فيديو او استخدم الحاجات اللي انا عاملها ايديت قبل كده واخش عليها. زي ما انتم شايفين بختار ان هو ايه، لو انا هصور فيرتيكال كده يبقى اختار فيرتيكال، الهوريزونتال اللي هو افقي او راسي على حسب النوع او المود اللي انا عايز اصوره. وبنقدر نشوف الفيديو بتاعنا كله وكمان نقطع منه في الجزء اللي احنا عايزينه. سيدة عايز اقطع في الجزء ده، راح دايس هنا. خلصت الاعدادات اللي انا عايزها وظبطت الفيديو بتاعي، هتبقى دي المرحله بتاعتي بعد كده ان انا انهي الفيديو. شايفين العلامه الصيني دي اللي على الشمال او على حسب بقى هو مكتوب اكسبورت عندكم، ادوس عليها وكده بختار ان هو 4 اتش دي واختار السينما مثلا واقول له اكسبورت، فيطلع لي الفيديو بالطريقه اللي انا عايزها وبعد كده ارفعه عادي على اليوتيوب. طيب هرفع على اليوتيوب عادي جدا اهو، واخش على الشانل بتاعتي اللي انا مكريتها. الشانل انت ممكن تكريت الشانل بدل عندك جيميل وجوجل اكاونت، تكريت شانل وبعد كده تخش على الشانل دي وقول له عايز ايه ابلود، فيقول لي allow access. ساعتها اقول له allow يا معلم كده. اختار الفيديو اللي انا هرفعه على اليوتيوب واقول له ايه upload. تمام، وبرده ايه add details بتاعتي اهو، التايتل اللي هو العنوان بتاع الفيديو، وهنا هكتب عن الفيديو اشرح فيه انا بقدم ايه بالظبط في الفيديو بتاعي. وشكرا ليكم وتابعوا معانا اللي جاي. تمام، هنعرض بقى في وسط الاسبوع كده فكره جديده للربح من النت، فياريت تعملوا سبسكرايب لو عايزين تعرفوا الطرق الجديده وتتعلموها خطوه خطوه. شكرا ليكم، سلام.